الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي عن الشريط الاخضر. الشريط الاخضر انا عايز حبايتين للسال يا ابني، او طالع حبايتين. فدلوقتي شريط الستريبتوكين ما ينفعش يتقص، ولو اتاخد يتاخد لحد ما تخلص الشريط او الجرعه كامله، زي ما على حسب ما هو اللسان نتيجته. للتعنيه او لسال الشريط الاخضر ستريبتوكين. ستريبتوكين ينفع يتاخد بالحبايتين؟ لا. ينفع يتاخد باليوم؟ لا. طب ليه ما ينفعش؟ هنشوف دلوقتي. اول حاجه عندنا مثلا في 4 مواد فعاله، المواد الفعاله بتاعته مميزه، تشفع له؟ لا ما تشفعلوش. عندنا اول حاجه الاستريبتوماسين. الاستريبتوماسين ده مضاد حيوي، امينو جلايكوسايد، اي مضاد حيوي في الدنيا لازم تتاخد الجرعه كامله. هل ده بيحصل في الاستريبتوكين؟ لا ده ما بيحصلش، وبالتالي ما ينفعش تاخد الاستريبتوكين لو مش هتاخد الجرعه كامله. خليك في حاجه امان. تاني حاجه عندنا الداي ايودو هيدروكسي كينولون. اي واحد مثلا بياخد ادويه الغده الدرقيه، عنده مثلا الالتروكزين اليوسيروكس، ينفع ياخد الاستريبتوكين؟ لا ما ينفعش ياخد الاستريبتوكين. بعد كده عندنا حاجه اسمها هوماتروبين. هوماتروبين افتكر تروبين يعني اتروبين، اتروبين لايك اكشن، ما بين مثلا الساعه الحدقيه للدراي ماوس للتاكيكارديا لليورين ريتينشن للامساك، فهو تقريبا الهوماتروبين عشان الامساك، فما بين اليورين ريتينشن والساعه الحدقيه فلا برضو ما ينفعش. رابع ماده فقال عندنا صلفا سيزول. صلفا من ادويه الصلفا، يعني حد عنده حساسيه من الصلفا ما ينفعش ياخدها، حد عنده انيميا فول ما ينفعش ياخدها، حد حامل ما ينفعش ياخدها. فما بين ال4 حاجات اللي احنا قلناهم دول، الستريبتوكين مش الطف خيار. الناس بتاخده مثلا عشان نتيجته وكده بس، لا فخليك دايما في الامان. مثلا لو طفل صغير مثلا ما بين الكابكت، كابكت اوله كا كولين واخرها بكتين، دي مواد طبيعيه، وما بين مثلا هايدروسيك اللي هو بتاع ابوت، ويعني ممكن يعني الحامل مثلا عندها الانتينال، عندنا الماده الفعاله بتاعت النانازوكسيد بتاعت يوتوبيا برضو كويسه كماده جديده. عندنا مثلا المضادات الحيويه في الـ يعني فيها عندنا السبروديازول والتيني فلوكسسين، فنفس الفكره برضو تينيدازول او سبرو او مترونيدازول مع سبروفلوكسسين، فنفس الفكره. دايما نخليك في الامان، وعلى حسب نوع الاسهال بيكون العلاج. فدايما يعني بروتوكول العلاج مثلا اول حاجه تعوض السوائل، تشرب ميه كتير او عصاير، او تاخد محلول الجفاف مثلا بالنسبه للاطفال. تاني حاجه تاكل اكل فيه الياف كتير، يبقى صعب الهضم فيقلل العمليه يعني. فعندك عندك زي ايه مثلا؟ عندنا الموز، عندنا الرز، عندنا التفاح، فنفس الفكره. فاول حاجه معالجه السوائل اللي بتخرج، تاني حاجه الاكل اللي انا بدخله يكون صعب، تالت حاجه الدواء بيكون مناسب على حسب النوع، اخر حاجه الاسهال. ده يعني ما هو الا ديفنس ميكانيزم من الجسم، الجسم بيحاول يعالجك بطريقته وبس كده. بالنسبه للستريبتوكين ما تاخدش الحبايتين، او لو هتاخدها تاخد الحبايه كامله. من رايي الشخصي لو هتاخد حاجه خد حاجه امان، خليك دايما في السيف سايد.